حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية نحب نوجه عناية السادة مشاهدينا الكرام أنه إحنا عندنا تردد جديد، ترددنا على قمر النايلسات هو 10727 على قمر النايلسات أو على مدار القمر النايلسات. فنتمنى من الجميع أنه يلزمون ريموت التلفزيون ويدخلون هذه الأعدادات الجديدة ويدخلون التردد الجديد بأجهزة الاستقبال اللي خاصة بهم ببيوتهم حتى نظل مستمرين وياهم. بداية الفيديو اللي شفتوه بعد شارة بداية البرنامج هو اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين في البصرة. دولة أصحاب البيوت اللي تريد الحكومة تزيلها الظاهرة واعتدوا عليهم. فأي شخص يحب يشترك ويانا بالبرنامج الأرقام دني اللي ظاهرة أسفل الشاشة يقدر يتصل بينا على أي رقم من هاي الأرقام، إضافة إلى أنه عندنا رقم آخر مخصص، الرقم اللي تشوفه هو للواتساب، تقدرون تدزون عليه أي رسائل أو أتمنى تكون الرسائل مكتوبة وبها اسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها في الدقائق الأخيرة من البرنامج. أما هذني الرقمين اللي تشوفوهن فهذني مخصصة إلى الداخل العراقي، فأتمنى من أدكم أنه تتصلون بنا ونتواصل بالبرنامج. مثل ما قلنا بداية البرنامج، عياط النساء اللي سمعناه هو أهالي منطقة من مناطق البصرة، الحكومة تريد تزيل بيوتهم وهم يقولون ما عندنا مأوى غير هاي البيوت، إن كان تجاوز أو لا فما حد يساعدهم. فالناس تقول قبل ما تزيلون بيوتنا دوروا لنا حل، ما تطلعونا أو تشردونا إحنا وولدنا وجهالنا بالشارع. طلعوا دا يتظاهرون لأجل هذا الشيء، صار اللي صار وصار اعتداء عليهم. المشكلة أنه مو بس ذول الناس، خريجين الكلية الطبية ببغداد دا يعتدى عليهم، الأساتذة يعتدى عليهم، حملة الشهادات العليا يعتدى عليهم، خريجين النفط يعتدى عليهم، أهالي يعتدى عليهم، مواطنين يطلعون يقولون إحنا نريد حقوق يعتدى عليهم. يطلع مواطن ويقول أنا أريد حقي، أنا ما متعين، أنا أريد راتب، أنا أريد أعيش، أنا أريد أحقق أحلامي، يعتدى عليه. هاي القضية اليوم اللي تصير بالعراق ليش؟ هذا العراق اللي إجا بوش وقال أنا راح أوصل العراق إلى مرحلة من الديمقراطية يكون أنموذجا لباقي الدول، هذا العراق اللي قالوا إحنا جينا نحرره من الاستبداد، هذا العراق اللي جوي قالوا إحنا نريد نكفل حرية التعبير، اللي دا يصير بدأت التظاهرات استخدام قنابل غاز مسيلة للدموع لكن مخصصة للأغراض العسكرية، كتلة من الناس، استخدام إطلاقات حية، استخدام بنادق الصيد، استخدام العصي والهراوات، استخدام مبدأ الخطف والاعتقال، استخدام مبدأ التعذيب مع المعتقلين والمختطفين، استخدام طريقة الكواتم واغتيال الناشطين بوضح النهار وأمام أعين الناس كلها. بس هذا الاعتداء اللي يصير على المواطنين ليش؟ يعني الصورة اللي تشوفوها قدامكم هي هدم لخيم المعتصمين من حملة الشهادات، هو واقف يقول أنا أريد حقي بالتعيين. شنو اللي خوفك من عنده بحيث أنت نزيت لجيش وهدمت الخيام مالته؟ راح يبطل ما يطلع؟ راح يوقف ويخاف؟ زين أنتوا من بداية ثورة تشرين كتلتوا من كتلتوا، صارت كومة عمليات خطف وصارت جرائم هواية وما خافوا الناس، فتتوقعون الناس هسه راح تخاف؟ وضع العراق بشكل عام، صناعة، زراعة، تربية، تجارة، كلها متوقفة، المواطن العراقي ما عنده دخل، نسبة الفقر تزيد، نسبة البطالة تزيد، نسبة الأمية تزيد، نسبة الجهل تزيد، نسبة الفساد تزيد، كل شيء مو زين بالعراق يزيد. واليوم المواطن دا يشوف وضعه مو زين، فتتوقعون المواطن راح يسكت؟ تتوقع انت من حركة الخيام مالته راح يخاف؟ تتوقع الحكومة مثلا اذا منطت الشعب حقه راح يسكت؟
مكان سكتت باقي شعوب العالم، مكان عافت حقها باقي شعوب العالم. أنا المشكلة اللي دا نحكي بيها اليوم، الشعب العراقي دا يطلع يحكي، دا يطلع شايل لافتة يقول لا للفساد، واقف في الشارع وشايل لافتة ويقول لا للمحاصصة، واقف في الشارع وشايل لافتة ويقول لا لتقسيم البلد. وإذا نحسبها دا يحكي شيء لمصلحتنا، لا الفساد حلو ولا المحاصصة جابت الخير للعراق، لأنه بالعكس هي قسمته، ولا التقسيم راح يجيب الخير للعراق ولا للشعب العراقي. من جت ثورة تشرين ألغت التقسيم وألغت المحاصصة، لأنه الحكومة اكتشفت أنه الشعب إيد وحدة، من شماله جنوبه نفس المطالب عندهم، بس بقى الفساد لأن الحكومة فازة. بس المشكلة والطامة الكبرى أنه هذا مواطن دا يريد حق ويتم التعامل وياه بهاي الصورة. بالمقابل خلينا نشوف أي دولة متطورة، أو بالأحرى عفوا نأخذ مثال مثلا دولة فقيرة وعندها مشاكل هواية بالاتحاد الأوروبي، اليونان. اليونان اللي دا تسبب مشاكل أيضا للاتحاد الأوروبي بسبب ضعف العملة اليونانية وضعف الاقتصاد اليوناني والمشاكل اللي دا تعانيها اليونان. كم وزير ووزير اليونانيين شالوا ذبوب حاوية الزبل، لا شفنا الحكومة قمعت ولا شفنا عمليات القتل اللي تصير بالعراق. فرنسا صارت بها تظاهرات، طلع الجيش قمع، بس شنو صار وراها؟ أمريكا كتل شرطي أو كم شرطي كتلة كم واحد أسود، روح شوفوا أمريكا إيش صاير بيها. أما بالعراق يطلع واحد يقول أنا ما أريد فساد وينكتل، ماذا أفتهم؟ زين، واللي يطلع ويقول أريد فساد راح تعوفوا؟ هاي المشكلة اللي دا نعيشها بالعراق، اللي دا يطلب الحق دمه مهدور. دكتورة ريهام يعقوب ولا هشام الهاشمي ولا هواية نشطاء استشهدوا بالثورة هاي، واحنا على أبواب أعتاب الموجة الثانية، مثل ما قالوا المتظاهرين أنه أكو موجة ثانية بالذكرى السنوية للتظاهرات. والمشكلة يطلع لك بيان من الأمم المتحدة يقول لك عمليات الخطف والقتل والتعذيب والفساد وسرقة أموال أو قوت الشعب واعتقال النساء والأمية في اليمن واستخدام الأطفال أو تجنيد الأطفال هي جرائم ترقى إلى أن تكون جرائم حرب. زين، أريد أسأل الأمم المتحدة، تم غمض عيونك عدا يصير بالعراق؟ شو أمية بالعراق دا تزيد؟ الفساد أنتوا دا تقولون العراق بالمراكز الأولى من الفساد. شفافية ماكو، خطف على قدم وساق، اعتقال على قدم وساق. زين، وشلون؟ يعني اليوم سكان الموصل طلعوا بتظاهر احتجاج على استمرار تهميش المدينة والفساد ونفوذ الأحزاب والميليشيات، تباعون عليها هي نفس اللي دي يصير بالجنوب. أهلنا بالجنوب ما راضين لا على التهميش ولا راضين على الفساد ولا راضين على نفوذ الأحزاب ولا راضين على نفوذ الميليشيات. المحتجين اللي اجتمعوا بالموصل طالبوا، هم من الجانب الأيمن من الموصل، طالبوا بالتظاهرة إيقاف الفساد الجاري وسرقة مقدرات المدينة واستلام الكفاءات من أهالي الموصل مجلس المدينة والبدء بعمليات الإعمار. شنو المحلو بيها؟ تعمر مدينة ما يعجبك، لو توقف الفساد ما يعجبك. مصطفى الكاظمي أول ما أجا قال أنا من الشعب وإلى الشعب، أنا جيت منكم، أنا جيت حتى أصلح، أنا جيت حتى ألغي الفساد، أنا جيت حتى ألغي الوظائف الوهمية،
أنا جيت حتى ألغي الفضائيين، أنا جيت حتى أسوي للشعب شيء بخير، أنا جيت حتى أرفع المستوى الصحي، أنا جيت حتى أرفع المستوى المعيشي. من يوم اللي استلمت لليوم إيش سويت؟ شنو اللي قدمته للشعب؟ أزمة كورونا اللي إحنا عايشينها، أكسجين مطيتهم، وهي أزمة الأكسجين مستمرة. أجهزة طبية بالمستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا ماكو، بل الفيروس ده يحصد بأرواح العراقيين بشكل كبير. ومع الأسف فيروس حصد أدنى نجوم رائعين مثل النجم العالمي أحمد راضي، وبالأمس مدافع العراق، مدافع المنتخب العراقي اللي دافع سنوات عن عرين أسود الرافدين ناظم شاكر، راحوا نتيجة الفيروس، نتيجة قلة إمكانيات المنظومة الصحية العراقية. شنو اللي قدمتوه للشعب؟ يطلع لي وزير يفتر، لو يطلع لي رئيس وزراء يفتر، ونسمع بالأخبار اعتقال لواء ركن فضائي بوظيفة مستشار مصطفى الكاظمي، وكان بالوظيفة من 2018، وملتقي بمسؤولين وبنواب وبمحافظات وناقل جنود وناقل ومثبت أمراء سرايا. عندنا اتصال؟ أم وسامة من الطارمية ويانا، حياك الله. أم وسام والله قلبنا محترق على ولدنا من وقته. هاي يوم ها تفضل يوم ما تي على الهواء. أقول لك على مود المساجين تقول على مود العفو ما والله المعتقلين نعم العفو أنت عفو والله ويا جالس ابني مستعجلة نعم ابني مستعجلة والله قلبي مش نار عليه. وين مسجون ابنك؟ لا لا خلص ولا خبر منك. وين مسجون أمي؟ الله يسلمك يا أبو الوراء. وين مسجون ابنك أمي؟ بسجن الحوت يعني نعم. بالناصرية. نعم. خالنا رحب تقول لك يا غيرنا بيوم غيرنا بالمساعد نكون الحلبوسي نكون غيره والله يخليك يا لا تعبت بعد نوصل لبعض والله والله خ... والله تقريبا ما عندي حوالي حوله ما عندي حتى حوالي ما عندي حوله. نعم الله يخليك يا فدوى. نعم نعم وصلت إن شاء الله أم وسام. شكرا جزيلا لك. ابو مصطفى من الطارميه حياك الله. الموسى السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هذا من موسى العفو بالنسبه للاطباء والمتظاهرين احنا في اذن الضايع يعني حقيقه اذا ننظر للعراق العراق ضايع يعني هؤلاء مو هم غير في من 2003 لليوم هم أخطر من الكورونا أخطر من السل وأخطر من الكورونا من تنظر يعني ملة الكفر واحدة المجوس والصهاينة والأمريكان هم من يجيبون وين اللي ما عنده ضمير اللي شرفة بايع الغيرة بايع القومية بايع الدين ولهذا هذا الامر لغيري اللي احنا اليوم ما لا حول ولا قوه. الشعب العراقي هو مو بس هؤلاء يعني كلها متظاهره يعني حقيقتها no. لكن احنا المناطق اللي هجروها ودمروها اليوم بدينا نلتفت ورانا وكانه
قاعد ينخى يعني من الاعتقالات وما قال. يعني ابسط شيء عندك الشرطه وغير الشرطه وهذا الاتحاديه الشعبيه الامه كلكم. نعم. يعني ابسط شيء يعني ياخذ منه رشاوي غصب عنا السيطرات وغير السيطرات لواء 30 الشبكي هذول اللي يمكن ما يفكرون انه يعيشون اي ابد الدهر بالعراق. يعني هم شرنا بالعراق بالموصل وشوف شو مسوين بالموصل. بس من هو اللي مسلطهم الاستعمار في سبيل هالفوضى تبقى بالعراق حتى يبتصون دمائنا هم المجوش متطفلين على العراق. لكن العراقي للاسف الشديد ماكو وعي بهذا البلد طالما نلطم لحد الان. والدولة السكسية اللي هي الدولة الإسلامية اللي يسموها الدواعش والجنوب يلطمون لحد الآن على شيء يعني مجهول. احنا امتى نوعي يصير نلحق البشر والتآمر علينا من أربع أطراف من تركيا وإيران والدول العربية للأسف الشديد. احنا ما نقول الشعوب العربية إنما الحكام العرب الخونة. احنا واقعين في بير أظلم لا حول ولا قوة لحد الآن. إحنا سألنا نجي على التسعينات هناك بعض الناس بارد نسميهم أعوا قسم من المنتسبين الجيش العراقي إلى إيران. وأين أسرانا في إيران حرب العراقية مع عادات والأمم المتحدة كليتهم هذول كلهم أعداء. الأمم المتحدة عدو، مجلس الأمن عدو، ترام على حساب العرب يريد يبرز نفسه بين الشعب الأمريكي حتى يفوز بالأخرى. هذا العرب الحكام العرب الهذول لو يستحون من انفسهم ما يفتحون سفارات صهاينه في بلادهم. والله اللي يموتون والله اللي تموتون يا حكام. هناك يصير عد لا هناك ولا واسطه ولا فلوس تفيدك الا عملك الصالح وانتم كلكم مذنبين امام الله. وقيفوهم انهم مسؤولون. اين تذهبون من هؤلاء من هذه الايه على رب العالمين يوم تشهد عليكم جلودكم. اللهم انتقم منهم. نعم. اللهم عليك بالظالمين. نعم. اللهم عليك بكل خائن اخون بلده مهما كان لون. للاسف الشديد احنا استاذي العزيز هو بس هذا لواء ابو غير لواء تقول هي الاف الضباط جو هم اصلا ما عندهم بس يقرا ويكتب. يقرا ويكتب. يعني بلدنا ضايع الى ابعد الحدود. من يصير بالمنصب ان كان برلماني ولا وزير ولا رئيس دوله كلهم هم بس همه انه يسرق. ما بالو انه احنا من نجي حتى الدوله حتى الامريكان اول من جو العراق حتى لو العراق قالوا احنا عبالنا كنا خايفين كلها على اساس التلفاز احنا انه راح يطالبوننا بوطن كذا وانهم يدوروا رواتب كذا راتبي. هؤلاء خزائن لو بيهم خير كان شوي استحوا على انفسهم. نعم. استحوا على شرفهم. بلعوا العراق كافي شبعتوا. ما أريد أطيل عليك الحديث. شكراً الله شكراً شكراً لك أبو مصطفى وأعتذر منك اللي ذا أقطع بس عندي اتصالات كثيرة. أبو فيصل من السعودية حياك الله. أبقى خمس سأدخل كيف حالك؟ أهلا بيك أخويا. تحية لك والغناء وكادرها الطيب تحية ثوار تشرين ربا. يا هلا بيك. بالنسبة للفساد الشاد بالعراق هو كله مفاجئ. عندك هالحين الشعب العراقي يعرف انه هذا الكاظم له اكثر من اربع شهور من جابوه رجموه رئيس وزراء وهم يعرفون فاسد. يعني على الشعب العراقي يعني لا نطالب من هذا او هذه الحكومه لا تنطالب. هذه حكومه فاسده. لازم المطالبه الوحيده هو اسقاط النظام من كامله لانه لن يتغير شيء. جابوا رجموه بالكاظمي فاسد. عادل عبد المهدي فاسد. وانت شايف رئيس الوزراء ما يقدر ينقل محافظه. عندك اهل البصره لهم كم سنة يشتكون من أسعد العيداني هذا المجرم يقول لك مجرم وقاتل ولا يقدر ينقلوا هذا البائس رئيس وزراء العراق. ما يسمى برئيس وزراء ظلمة. هذا لا يشرف العراق. وإن شاء الله ثورة تشرين منتصرة والشعب العراقي منصور. وتحية لك والغداء. شكرا لك. أم فارس من سامراء حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي أنا عندي ابني من 2017 مسجون. نعم. بسجن المطار باب 4 اقبال الزراعه. نعم. وريد مصطفى كاظم يسوي لنا حال يعني يسوي لنا مواجهه ينطي عفو عام. يعني شنو ذنبهم هم مساجين؟ شنو تهمه ابنك امي؟
والله ابني فقير يعني عامل وكاتب كل شيء ما عنده، جو خذوه من البيت قلت له ما انت يدوم بيه، قالوا للمختار وين رجع السيارة. زين. وخذوه بعد ما رجعوا لي اياه، ونطلب لنا صابر يسوي لنا مواجهة. يعني ام فارس بس سؤال، انت تعرفين بمكان، انت قلتي هو مسجون بفلان سجن، حكم القاضي لو لا؟ والله ما ادري، ما خلوني يعني ما عليه مواجهه، كان شوفها حاكمه قاضي مو حاكمه. نعم. ويعني شو ما ادري يعني شو نقول حسبي الله ونعم الوكيل، هاي الحكومه سوت فينا هيك. زين هو يخابركم؟ شنو ذن؟ والله لا يخابرنا ولا يخلونا نواجه، لا يخابرنا لا. نعم. الريح بس يسوون حل يا اخي عيده. يعني سواء 4 سنين واحد ما يشوف ابنه، اطفاله دايحه، نسوانهم دايحه. نعم. وريد منكم تسوون حل تشوفونا شارع. احنا لو هم انتوا طالبونا انشروا رسائل عليهم. والله يا امي يعني هذا البرنامج موجود لي حتى نطالب بحقوق الناس، يعني اللي اذا نقدر عليه ده نسوي، بقى هم يسمعون لو لا. يعني انا اقول لك لا، شلون سجناء من يقبل ابنه اليوم 4 سنين امه ما تشوفه، جهازه ما يشوفوه، يعني بهي قانون بهي تاريخ قبل صار 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 صار. يلا مشكورين. يا هلا بيك. شكرا لك ام فارس. يعني هاي واحدة من القضايا اللي يساءل عليها مصطفى الكاظمي، ويساءل عليها عادل عبد المهدي وحيدر العبادي، وكل واحد اجى وصار رئيس وزراء، وكل واحد صار وزير عدل وياه همينة، وكل واحد إلى سبب في اعتقال شخص بريء. مصطفى الكاظمي انت قلت انا جيت حتى احل مشاكل الناس، وجيت حتى اريح الناس، وجيت حتى اسمع مطالب المتظاهرين ومطالب الشعب وانفذها. واحدة من القضايا اللي تتعب الناس بشكل كبير، وأغلب المتصلين اللي يتصلون ببرنامج صوتكم، هي لقضية المعتقلين. شنو اللي سويت القضية المعتقلين؟ يعني امرأة تقول لك أنا ابني من 2017 هو عامل كاسب، أخذته من البيت استفسار وترجعوه زين، وما شفته، وما أعرف بي محكوم لو لا، وما أعرف بي انسجن لولا، وما اعرف بي قضيته مشت لولا، وما اعرف شنو حكمه وشنو تهمته، هذا صحيح لولا؟ اسال مستشاريك القانونيين اذا كانوا قانونيين هذا الحكي صحيح لولا. ابو فاطمه من النجف حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمه والاكرام. نعم تحيه لك اخي الكريم ولكافه الاخوه. حياك وبياك. حقيقة موضوع الحلقة موضوع مهم جدا فيما يتعلق بالمعتقلين الأبرياء، وكذلك الشعب العراقي كله، يعني هو الآن في دوامة من المشاكل ومن الخوف والمستقبل إلى آخره. يعني احنا شفنا من هذه الديمقراطية المزعومة التي أتت بها أمريكا وسلمت العراق إلى إيران، يعني هل ألا تتحمل الولايات المتحدة ما يجري في العراق؟ يعني ألا هم كانوا سبب في إنشاء بذرة الميليشيات عندما بجرد قلم المجرم الجعفري أدخل منظمة بدر والمجلس الأعلى وغيره في الجيش والشرطة، وهم يعرفون. وكذلك تتذكر أخي عندما دخلوا إلى الفجادرية وكيف أخرجوا هم يعرفون كل شيء أخي الكريم، يعني سجن الحوت وغيرها من سجن التسفيرات، يعني حتى الأبرياء ما خلصوا منهم، يعني البريء يخرجوا يقتلوا الميليشيا. أريد أعرف يعني ما هي هذه، أريد نفهم عقلية هؤلاء أخي أفل. يعني قتل الإنسان البريء الذي في الدول المتحضرة الذي يثبت أنه تم اعتقاله بالخطأ يعوضوه سنين
يرضى فيها ويعني يطلعوه يعطوه ملايين. فاحنا ما نريد هذه الملايين ولا التعويض، بس خرجونا خلي يشتم هوا، هم ياتون ويقتلوه. يعني لا نفهم هؤلاء عقليتهم، يعني لم نقرا بصراحه في التاريخ مثل هذه مثل هذا الاجرام، مثل هذه التصرفات مع ما يجري في العراق ابدا، والناس تعرف والمجتمع الدولي يعرف ولا احد يتحرك. هذه هي الشيء الغريب العجيب الذي يعني نراه ونسمع عنه ونقراه في العراق بصراحه. نعم. فاحنا يعني المفروض كل مسؤول الان اذا يسمعني رئيس الوزراء مصطفى مشتت الغرباوي او ما اعرف الملقب بالكاظمي، ما هو دوره؟ ماذا قدم لحد الان للناس؟ ماذا قدم يعني للمتظاهرين؟ يعني احنا في دول المفروض الان يطبقوا هم ما يقولوه، الحريه حريه الراي والراي الاخر والديمقراطيه والشفافيه. بصراحه اخي افل، يعني نحن وصلنا الى درجه من الديمقراطيه اقولها بصراحه عاليه جدا، انه يهددون الناس ثم بعدين يقتلوهم. يعني هذه معروفه، فهذه قمه الديمقراطيه اللي نراها في العراق. اخي يعني الانسان الذي يتعب ويسهر ووالديه ينتظرون أن تخرج، في النهايه شنو مصيره؟ يعني في العراق كان لا توجد هذه البطاله، لا توجد هذه الماساه. نعم. مو بس بطاله اميه هسه منتشره بالعراق. بس ابو فاطمه انت قلت كلمه، قلت الولايات المتحده تساءل على ما يحصل في العراق. يعني تتوقع انت الولايات المتحده هي المذنب الاول؟ ما تتوقع انه المعارضه بقياده محسن عبد الحميد ولا الجعفري ولا المالكي ولا احمد الشلبي هم يعني اليد الطولة وهم المساءلون عن اول شيء الاكاذيب اللي نشروها عن العراق لاحتلال العراق وتدمير العراق ومن ثم تسليمه الى ايران، ووصلنا الى الحال اللي احنا عايشيه هسه، بحيث المواطن ما يأمن على ولده بالمدارس وما يأمن على حياته ببيته. نعم نعم أخي أفن، نعم صحيح. أقول لك هذه يعني سلسلة مترابطة، الولايات المتحدة لأنها أخي هي يعني رافعة راية الحرية والديمقراطية، فهي لا تستطيع يعني انفضحت هي في سجن أبو غريب وغير أبو غريب، ولكن سلمت هذه الصورة القبيحة إلى إيران، لأن إيران بصراحة هي رقم واحد في العالم التي لا تستحي ولا تخاف من القانون ولا من الطائرة الإيرانية. مو قتلوا الناس ولا شيء، كأنما شربوا كأس من الماء. وقضية أخي تجهيل الناس وتجهيل الشعب العراقي، هذه خطة رقم واحد في العراق، لأن العراق وصل إلى درجة من التقدم يعني صناعيا وعلميا وطبيا معروف، فيريدون أن يجعلوه كما قال البيكر وغير بيكر أنه سنرجع إلى ما قبل العصور الوسطى. فهذا برنامج هم خطة ماشيين عليها لتدمير الناس، لتدمير العلم، لتدمير الطب والكهرباء وكل شيء في العراق. هذه عقدة عندهم أن العراق لا يريدوها أن يرجع كما كان. نعم. شكرا 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 لك أبو فاطمة من بغداد. ناصر حياك الله. مرحبا استاذ. مرحبا اخوي العزيز. استاذ بالنسبه للموضوع بخصوص انه المتظاهرين خصوصا اصحاب الشهادات، طبعا هي متقصده لاستغلال العلم. طبعا انه الناس اللي جو للعراق جهله معروفين، ما يعرفون انه العلم هو السلاح الافضل من السلاح الحربي. لكن العقلية المتخلفة اللي تقود البلد يتمنون انه كل الشهادات قاعدة ببيوتها بدون عمل، لان هم ما يرضون استاذ رفل، ما يرضون البلد يتطور ولا يرضون البلد يستقر. فهي العملية مقصودة، خصوصا اللي جار مؤذي للعراق. ايران تريد البلد تتخلف علميا وصناعة، لكن انه فلوس الناس يعني البلد العراق بيدخل بفوضى انضاحت في الشارع حتى بالكاظميه. فالفوضى والله العظيم يعني ماذا تعرف البلد؟ احنا عايشين ببلد امن، ماكو ساس يعني من فوضى السيارات، من فوضى الدراجات.
اللي عندنا هسه شلون فوضى فوضى مو يعني مو طبيعيه. المطارات ما تعرف ايش تسوي، السيارات ما تعرف ايش تسوي. يا اخي احنا هم مبتلين، مو بس المهندس، مو بس المهندس مبتلى، احنا هم مبتلين بوضع امني سيء جدا بالله الكريم. نعم. فيا استاذ رفل احنا شو نسوي؟ احنا ناس بسطاء ضعفاء ضعفاء. هاي الاحزاب الدينيه اللئيمه اللئيمه اللي ماذا تعرف انه قيمه المواطن؟ والله ذبح واختطاف واغتصاب واشكال من الدنيا استاذ رفل استاذ رفل من اشكال. فاحنا تعبانين والله العظيم، وماكو عندنا قياده تحب بلد، مستحيل والله. قد يجوز انه السيد رئيس الوزراء الجديد في شويه بسيط بسيط بسيط، بس ما يخلوا الاجنحه العسكريه اليمه متعلقه برجاله يمين ويسار. فاحنا هذا اللي نقدر مع كل الاسف انه تخلي طالب علم عرطيه. نعم. مع الاسف والله انا من اشوفهم بالعلاوي استاذ رفل والله العظيم الدمعه تاخذ بس كثر. يعني هذا ابن البلد المفروض يكون معزز مكرم وقمه، المفروض العراقي يخدم مو يخدم، مفروض بالقانون البلد المتمكن يخدم مو ما يعني تهمومه مو يخدم مع الاسف كل الاسف. وانا اشكرك استاذ رفل. شكرا شكرا جزيلا لك اخ ناصر من الكويت. سعد حياك الله يا سعد. حياك الله ودوم لك اجمل تحيه لك يا استاذ افل. استاذ افل المحتجين والمعتصمين يريدون يا استاذ امن وامان، يريدون توفير وظائف، يريدون عمل، يريدون بناء العراق بما هدم سابقا. ايضا يا استاذ الاعتداء على المتظاهرين لا يجوز بالدستور والقانون والانسانيه. يعني مثلا القاتل المشيل للدموع هذا محرم دوليا محليا. ايضا بالنسبه للعراق يا استاذ، العراق عراق الخيرات النفط والزراعه فيه مليارات وانهار، ولكن متى تنقونا من انهار العراق يا استاذي؟ ايضا يا استاذي هذا الموضوع موجه للبرلمان. متى نعطيكم من شنو اخ سعد؟ نعم نعم. متى نعطيكم من شنو من انهار العراق؟ من نهر العراق اللي هو الفرات ودجلة يا أستاذ. ننطي المن أخ سعد من ألف عام الله يخليك ويطول بعمرك ويكثر من أمثالك يا أستاذ. ننطي المن أخ سعد من نهر الدجلة أو نهر الفرات؟ تنطونا مي، يعني مي مي مي. ليش هو العراقيين لاقين مي بالنهر؟ مكررة يا أستاذ. يا أخ سعد أخ سعد بس لحظة لحظة، أما العراقيين لاقين مي بالأنهر؟ شو إيران دا تقطع بالروافد ودا تخفف على العراق؟ واليوم العراق على وشك هاوية، اليوم العراق راح يصير به جفاف، نهرين دجلة والفرات راح يجفن، شط العرب نزل منسوبة إلى النصف، الملوحة بشط العرب صارت تقريبا 90%. هو العراقي لاقي مي دا يطي مي الغير بلد؟ أستاذي يا أهل لا يجوز من ناحية الجمهورية الإسلامية أنها تغلق الأنهار أو الحقول يا أستاذي. والله هذا بده يصير يا أستاذ، هذا لا يجوز شرعا وقانونا وكذلك يعني بالقانون الدولي لا يجوز. وآخر الكلام يا أستاذي أيضا لي ملاحظة يا أستاذي، يابا ليش أنتم كله تتدمرون والعراق بلد الخيرات والنفط والمليارات؟ وتحياتي لك يا أستاذ أفل يا محترم. شكرا 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 جزيلا لك أخ سعد. أخ سعد يعني صدقا شوف وضع العراق المائي وشوف وضع العراق اليوم، راح تكتشف أنه البساتين ما تجرفت. الغطاء الأخضر بالعراق اليوم أو الغطاء الزراعي بالعراق أو السلة الزراعية العراقية اليوم صفر. العراق معتمد على الاستيراد الخارجي خصوصا من إيران. روافد نهر دجلة اللي جاية من إيران أغلبها قطعت، ومثلا نهر الدياله 100% قطع واصبح به جفاف. منسوب نهري دجله والفرات قلت نتيجه السدود التي تبنى على روافد النهرين، واليوم الشعب العراقي على وشك الكارثه. تعرفون اني من شنو استغرب؟ استغرب من قضيه واحده، ليش جمعيه الامم المتحده باقيه؟ بالاربعينات عصبه الامم تعرفون ليش تفركشت؟ قالوا نتيجة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الحربين العالميتين الأولى والثانية، نتيجة انتهاك هتلر والنظام الفاشي لحقوق الإنسان، عصبة الأمم ما لها فائدة.
ففركشوها وعلى أنقاض عصبة الأمم سووا الجمعية العامة للأمم المتحدة والعراق عضو مؤسس بالجمعية العامة للأمم المتحدة. قالوا هاي الجمعية راح تحافظ على حقوق الإنسان وسووا معاهدات من ضمنها معاهدة جنيف لحقوق الإنسان. بس أردفتهم يا حقوق إنسان باقية بالعالم اليوم، سوريا، اليمن، العراق، فلسطين، ليبيا، ميانمار، الصين، كشمير، إيران، أفغانستان، شيشان، وين حقوق الإنسان؟ جمعية العامة للأمم المتحدة لما تباوع تقول اليمن أكو جرائم حرب، بالعراق مدى تصير جرائم حرب؟ مدى يقتلون أطفال، مدى يجندون أطفال، مدى يقتلون نساء، مدى يختطفون، مدى يعذبون، ماكو إخفاء قسري. ما أعرف ليش هاي الجمعية باقية وما أعرف ليش جامعة الدول العربية باقية. عند اتصال؟ زين، ما أعرف، أنا من هذا أستغرب. أبو فاطمة قال كلمة، قال اليوم حقوق الناس، يقول المواطنين طلعوا لأجل حقوقهم. حقوق الناس هي سلسلة، زنجيل، حلقات واحدة تكمل الأخ. عند اتصال؟ هي زنجيل، حلقات واحدة تكمل الأخ. الأمان يعزز الوظائف، تعزز انعدام الأمية، تعزز العلم، يعزز الإعمار، سلسلة، حلقة تكمل حلقة إلى أن صير زنجيل متين. إذا ما قضينا على المحاصصة والأحزاب والفساد والما أعرف شنو، ما راح نقدر نبني بهذا البلد، لأنه فعلياً العراق ده يخسر كل حقوقه. منفذ العراق البحر الوحيد راح يخسره، مياه العراق ده يخسرها، الزراعة، الصناعة، التجارة ده يخسرها، سيادة العراق خاسرها. لا تسمعون دولة سياسية من يطلع ويغني تدخل فلان سيادة وتدخل فلان سيادة وبقاء الجنود الأمريكان سيادة وبقاء القوات الأمريكية بقاء القوات الأمريكية هو خرق للسيادة. وإيران، عبد الستار من النجف ويانا، حياك الله. عبد الستار، مرحبا. عليكم السلام والرحمة والإكرام. مرحبا أستاذ. مرحبا أخوي العزيز. أستاذ، نعم. لو أكو قانون دولي صحيح، نعم، بوش وبرايمر وبلير، هل يسمع كلام دولي المفروض يجيبهم بالسجن؟ نعم. لو أكو كان دولي صح، نعم، احتلوا العراق بدون سبب، لا والطام أستاذ عبد الستار، أنهم طلعوا وقالوا احتلينا العراق مبنيين على أكاذيب. نعم، هاي الطامة الكبرى اللي يعني هاي الكلمة من توني بلير أو بوش بحدها نقدر ندينهم بيها. نعم نعم والله، لو هو صدق في دولة عظمى بعد ما أطلع على شاشة التلفزيون وانضرب في القنبرة وحياة. نعم، شكرا شكرا لانضمامك لنا اخ عبد الستار. ابو كريم من الفلوجه، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي السادة أزل، والله هذه الحكومه مالتنا ما عندنا لا تعيينات، المظاهره اللي يطلع مظاهرات تقتله، العمل كله غلط بغلط. نعم، دولة، هاي دولة مو دولة مال 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 تأسيسات ولا حكومات ولا، هاي دولة عصابات، دولة كليشيات، دولة اللي لا اسمها دولة، دمرت العراق من كل النواحي، من الاقتصاد، من السياسة، من الاجتماعيات، من الدراسات،
من حقوق الانسان. ماكو دوله تقول يا دوله تعال انت ايش قاعد تسوي يا موظف انت بالعراق الموظفين؟ اين حقوق الناس؟ اين حقوق الناس؟ هاي الناس الخطيه هسه الناس المخلصه خريجين هاي صار لها 15 سنه يدرس، وين يروح لنا الله هذا القاضي الحاكم اللي يصير على العراق؟ ليش يعني هاي خطيه الطلبه هاي الناس يعني مخلصه دراسات عليا وتعبانه ناس، ليش هاي الظلم تظلمونهم؟ ليش هالظلمه هاي تظلمون الناس؟ ليش متخافون من الله؟ يعني واحد يخلص 15 سنه دراسات عيونه بعد ما يشوف بها، مو ناس تاخذ حراميه تاخذ رواتب وهذا خلص 15 سنه دراسه ما يعطونا وظيفه؟ ويروحون من الله؟ يعني هاي الدول ما تنظر لهم، ما تحكي وياهم الدول. الدول هاي الكبرى ما قاعد تحكي على العراق وتشوف حالة الناس هاي. ليش هالعمل هذا؟ ما الله ما يقبل بي. خافوا من الله شوية. انت الاحبادي، انت الكاظمي، انت الجيب، هاي كل يومين جايين، ايش عندنا احنا؟ عندنا كل يومين جاينا واحد فلان وزير وفلان ولا حرامات وزارة تسمى بساميهم هذول. أنا أشكرك على اتصالك. شكرا لك أبو كريم. أم عبد الله من بغداد، حياك الله. ألو. حياك الله أختي عزيزة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية خاصة لحضرتك ولا قناتكم الشريفة ولكل العراق الشريف. حياك الله أختي. أستاذ حضرتك تقول إنه أنا ما أعرف ليش باقية الأمم المتحدة. نعم. أتوقع أنه من فترة الحروب الأولى والثانية وضربت أمريكا على مسرح السياسة، بدأت الأنظمة تتكون من نظام سياسي منتظم لصالح الشعب، أصبح الحرف لصالح الحكام ولصالح أمريكا ولصالح الدول الكبرى وخاصة التحالف الأوروبي. يعني أنا بالنسبة لنا أستاذ كل قائم على الإرهاب، كل قائم على الإرهاب، الدول قاطبة العالم كله قائم على الإرهاب، لأنه الدول الأوروبية تستحوذ على الوطن العربي، على دول أفريقيا، على دول العالم الثالث. بس نشوف الدول العربية ودول العالم الثالث كلها تعاني. يعني بس عندنا أستاذ الحكام العرب والله لا. العظيم أنا من بداية الحرب إلى يعني أنت قارية التاريخ، الحرب من 21 إلى الآن ترى أكثرية ما الاعتذار للحكام. أنا ما دعكي، أنا دعش على قضية وطن، قضية أمة. يعني ما شفنا دول عربية وحكام عرب بطفهم إلى جانب العرب، لا لقضية فلسطينية ولا لقضية العراق ولا لقضية سوريا ولا قضية اليمن ولا لقضية لبنان. حتى نشوف الدول العربية كلها تعاني الأمرين. الجامعة العربية زين، إذا الأمم المتحدة تسوي شغلة للدول العربية ودول العالم الثالث، زين الجامعة العربية شنو وضعها بالنسبة للعرب؟ شنو الاستفادة؟ استفادينا من عندها حلت قضية فلسطين، حلت قضية التدخل الإيراني إلى العراق وإلى الدول العربية، سوريا واليمن والحالات اللي تصير. أستاذ إحنا في وضع سيء جدا، وهذا يعتمد على الشعب العراقي. وأنا أعرف إن الشعب العراقي ترى هو السبب الأول والأخير في تدمير العراق. السبب ليش؟ لأن إحنا سكتنا، صارنا 17 سنة يصيح ونصطب للحكام واللي رؤساء الوزراء اللي يزوي كلهم يا علي يا علي ويا حسين يا حسين. زين احنا شو استفادينا من يعني هتفنا لهم احنا؟ لا يعني انا بس احب اعتذر منك ام عبد الله، لان الوقت صدقا ادركني انا اعتذر منك لقطاع الاتصال. احنا ما لنا علاقة، يعني احنا نريد نوصل الى مرحلة ما ندخل بقضية الدين او الطائفة. احنا كل همنا انه يكون البلد متوحد. يعني اكو شعوب كثيرة هي مجموعة من الاديان، بيها تلقين اكثر من دين وعايشين ومرتاحين، لكن احنا ما دا نقصد هذا الشيء. احنا اللي دا نقصد اكو فساد،
هم دا يستخدمون اسم الحسين أو الإمام علي رضي الله عنه بطريقة غير صحيحة، ونحن نعرف أنه آل البيت براء منهم، لكن ما نريد ندخل من هذا الباب. احنا نريد ندخل انه احنا عراقيين، اللي بدهوك عراقي، واللي ببغداد عراقي، واللي بالانبار عراقي، واللي بالفاو عراقي. لا تتعامل وياه انه هذا عراقي درجة اولى وهذا ثانية وهذا ثالثة وهذا رابعة. واللي تنشوفه الايراني هسه عد الحكومة عراقي وابن البصرة وابن الفاو وابن الانبار وابن دهوك هو نزل مو عراقي. أما رسائل الواتساب اللي وصلتني اليوم، السلام عليكم أم محمد من كربلاء، تحية طيبة لقناتكم الوطنية الشريفة، أرجو قراءة رسالتي بخصوص وزارة التربية، الموظفين بالكونترول يأخذون فلوس من الطلاب ويغيرون الدرجات، وأنا بلغت أكثر من جهة وما شفت أي تحرك، بلغت التيار الصدري وبلغت مكتب رئيس الوزراء وماكو شيء. زين هاي مو قضية فساد، لو شلون يصير الفساد؟ رسالة أخرى، السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع. أستاذ، العراق قبل عام 2003 دولة قوية ذات سيادة كاملة، عضو دائم في كل المنظمات الدولية، له دور فعال في هذه المنظمات الدولية، وتم احتلال العراق من قبل إدارة الشر أمريكا وإيران وأعوانهم الفاسدين من هم غير شرعيين، محسوبين على الشعب العراقي خارج إرادة العالم ومعارضة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لاحتلال العراق، وهذا الاحتلال الباطل بمعنى الكلمة وإرادة الشعوب. واليوم العراق يمتلك طاقات اقتصادية هائلة، يحتاج إلى رجال حقوقيين إرجاع الحق لأهله وقانونيين لمحاسبة هؤلاء الفاسدين. مساء الخير قناة الرافدين العظيمة. أستاذ، شو وقت نشوف العراق يكون بخير والعز؟ والله تعبانة من الغربة، وأشكر كل كادر الرافدين. فاتن من ألمانيا، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. ترددنا الجديد 10727، نتمنى تدخلون هذا التردد على مدار القمر نايسات حتى نظل مستمرين وياكم. نلتقيكم إن شاء الله على خير بنفس الموعد باكر بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. إلى اللقاء.